سيلفا كييف رئيس جنوب السودان يعلن إحباطه محاولة انقلاب عسكري تهدف إلى الإطاحة به، متهما نائبه ريك ماشار المقال قبل أشهر بتدبيرها، وموضحا بأن الجيش يلاحق المتمردين بعد اشتباكات مسلحة ليلة أمس. من أجل ضمان أمن وسلامة مواطنينا أعلن فرض حظر التجوال في جوبا، وأعدكم اليوم بما يلي إن العدل سيفرض. حظر التجوال الذي يقتصر على العاصمة جوبا يطبق من السادسة مساء إلى السادسة صباحا في ظل وضع غامض في هذا البلد المنفصل حديثا عن السودان، والذي يثير المخاوف من تطور الأمور إلى حرب أهلية على خلفية صراع إثني بين الموالين لسيلفا كير الذين تنتمي غالبيتهم إلى قبائل الدينكا وقبائل النوير التي ينتمي إليها منافسه ريك ماشار. هذه الأحداث تطرأ أيضا بعد إعلان ريك ماشار نيته الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2015. Thank you.